من كام يوم، وكل ما تقلب طبعا على الجوجل او في الاخبار هتلاقي على طول القبض على حنين حسام. تمام، فطبعا الواحد داخل يشوف مين حنين حسام بقى، يعني الموضوع كده اكيد كبير، مثلا شخصية مثلا يعني عملت يعني مشهورة مثلا وعملت حاجة غلط فاتسجنت، فتخيلوا كانت مشهورة بايه. الواحد من كتر ما كان بيشوف اخبار حنين حسام والقبض على حنين حسام، الواحد مثلا لا قدر الله افتكر انها مثلا مخترعة ديناميت مثلا يعني. لكن انت لما تدخل تشوف ليه اتقبض على حنين حسام ومين حنين حسام، باختصار خالص هي حنين حسام طالبة في كلية اثار تقريبا جامعة القاهرة يعني anyway، وكانت بتعمل فيديوهات على التيك توك وكانت بتطلع ترقص. طبعا الموضوع كان من فترة وعادي وعايشة حنين حسام وطالعة، اللي عايز فلوس بالدولار معايا واللي عايز فلوس بالمصري معايا، وأي حد بيهاجمني وأي حد بيحقد عليا وأي حد وأي حد دول أعداء النجاح. فده اللي كانت يعني بتقوله حنين حسام. فبعد فترة كده بقى، أول ما ابتدت حنين حسام طلعت تقريبا لايف واحد، فكتب قالت فيه انه مطلوب بنات تمام تكون حلوة كده كويسة، يعني تطلع تكلم شباب تقريبا وهتاخدي مبلغ يعني. فده طبعا ما يسمى بالدعارة الإلكترونية، وقالوا ان ده فجور ورذيلة، وعشان كده قبضوا على حنين حسام. ده على اساس ان هو اصلا الرقص الاولاني ما كانش فجور ورذيلة، هي يعني المفروض اول ما طلعت ترقص المفروض اصلا كانت ايه تتحبس على طول. المهم قلنا خلاص ادينا ده نموذج كان بيقدم حاجة سيئة، وبغض النظر بقى قبضوا عليها علشان المفروض اصلا هي بترقص، فمن الاول خالص كانوا يقبضوا عليها. مش مهم، المهم انها خدت جزائها وانها مش هتعمل حاجات شبه دي تاني. لان طبعا يعني اي بنت هتشوف ان واحدة بتطلع تستعرض جسمها بالشكل اللي كانت بتطلع بيه حنين حسام، واللي فرسة كمان انها بتتكلم في الدين، طب ده بتاع ايه؟ وكمان الانجليزي بتاعها مكسر، وتلاقي هرم مصر الرابع، على فكرة مصر اصلا فيها اكتر من 3 اهرامات، وشوية وسمت هرم مصر الاوحد، فالموضوع ان احنا بقى نجيب السياح عليها. فالمهم كلها حاجات مستفزة. فطبعا لما سألها المذيع تقريبا، طب بقى يعني انت ليه سميتي نفسك كده؟ قالت احنا عندنا في كلية الآثار وانا بحب كلية الآثار، لكن عجبني يعني قلة الذوق او قصف الجبهة الجامد من المذيع. قال لها طب انت بتعيدي السنة ليه؟ لان هي تقريبا عايدة سنة تانية. المهم احنا مش في مشكلة حنين حسام، او مش في حنين حسام في حد ذاتها، والله يمكن مشكلة او الرجة اللي حصلت دلوقتي، وان يعني ان هي الوحيدة اللي اتسجنت، بغض النظر ان احنا لسه ما جبناش سيرة سما المصري او مودة الادهم اللي حصل ده، فده طبعا احتمال كبير ان ربنا بيحبها عشان كده حذرها. نيجي بقى لسما المصري. اول ما اتقبض على حنين حسام طبعا الكل هاج وثار، كتير كانوا ضدها بدعم يعني، وكتير مش كتير ولكن شوية كانوا معاها، وكانوا بيقولوا ان حنين حسام خطرها اقل بكتير جدا من واحدة زي سما المصري. لان طبعا سما المصري كانت بتطلع برضو في لايف وبتقول هاتوا مثلا عدد لايكات معين وانا هعمل وهسوي، طبعا كلها حاجات اباحية، وكانت بتقول ان انا محدش يقدر يقرب لي ومحدش يقدر يتخذ ضدي اجراء قانوني، لاني انا مسنودة من قبل شخصيات كبيرة في الدولة. وده طبعا ثبت عدم صحته خالص، لان هي اتقبض عليها يوم الجمعة خلاص 24 ابريل، يعني اتقدم بلاغات ضدها. فطبعا بعد حنين حسام جت على طول سما المصري اتقبض عليها. سما المصري هي نموذج بسيط لفتاة خرجت من بيت اهلها او هربت من بيت اهلها، وبعد كده بقى ابتدت تقدم شوية تنازلات لحد ما اتشهرت. وبرضو سما المصري ده من زمان حتى قبل حنين حسام، فالمفروض كان يتقبض عليها من زمان، لان هي برضو بتدعو الى الفجور والرذيلة. مش بس يعني حنين حسام خطرها مش اقل من خطر سما المصري، لا بالعكس هما الاتنين خطرهم متساوي. بس كلمة فجور ورذيلة ده تطلقها على اي مثلا مشهد اباحي موجود في فيلم، على اي ممثل بيطلع يأدي دور مش كويس في الافلام. فما تقوليش بس يعني هما من الاشخاص فجور ورذيلة، وفي اشخاص تانية كتير غيرهم مستحقة كمان كلهم كده يتلموا مع بعض كده في السجن، يعني مش دول الاتنين بس. طبعا بعد سما المصري وهي اتقبض عليها والحمد لله، فيعني انت دايما فعلا ده انك ردد اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء. فسما المصري دي اصلا وطبعا حنين حسام الاتنين هما كانوا عبارة عن يعني شخصيتين بالظبط اخطر حتى من فيروس كورونا. سما المصري هتقولي هي ما ك... يعني ايه ما غلطتش، حنين حسام طلعت قالت للبنات اطلعي لايف وكده، اما سما المصري ما عملتش كده، لا
سما المصري بالشكل اللي هي بتعمله، والبنات طبعا لما تدخل تشوف الغنى والثراء اللي هي فيه، فهتقول انا عايزه من ده وعايزه شهره وعايزه مش عارف ايه. فطبعا المشكله ان انتوا اللي بتعملوا الاشكال دي، المشكله ان انتوا بتدوا الاشكال دي حجمها. الاعلام يطلع لي المناظر دي ليه؟ يعني الاعلام يطلع المناظر البنات دي ليه؟ واحده زي مودة الادهم دي تاخد سفيره السوشيال ميديا، جائزه سفيره السوشيال ميديا ليه؟ ليه ان شاء الله؟ اللي هي من الحجاب للبكيني دي ليه؟ على ايه؟ على فكره مودة الادهم طبعا دي من ضمنها، مش هقول ضحايا، ولكن دي واحده من اللي اتاثرت بفكر سما المصري. سما المصري كانت قلنا هربت من اهلها، برضو مودة الادهم هربت من اهلها علشان مش عايزه دوشه الجيران. بس هي دي المشكله، يعني مش كانوا مثلا بيحرقوها بالسجاير ولا حاجه، لا انا مش عايزه دوشه، هو انا عايزه حريه وانا عايزه انطلاق. وكانت دي انطلاقه مودة الادهم. طبعا انا جبت اقل صور ممكن تكون موجوده، لان طبعا هم لهم صور كتير، يعني زي المهم ليهم صور كتير طبعا وحشه، دي اقل صور مثلا ممكن تكون موجوده دلوقتي يعني اللي انت شايفينها دي اقل صور، هقول انها يعني دخلت في سنه الاحترام شويه. المهم يعني من الاخر خالص كده، محدش يتعاطف لا مع حنين حسام ولا مع مودة الادهم ولا مع سما المصري، لان دول يعني وغيرهم كتير مش مستاهلين تعاطف. احنا لما ندعي اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، فعلا الوباء والبلاء ابتدى يرتفع شويه الحمد لله يعني عننا، ان خلاص كل واحد بقى. بالمناسبه مودة الادهم مثلا لا اتسجنت ولا حاجه، هي سما وحنين بس، لكن احنا يعني ايه بنقول يمكن اللي حصل لهم الاثنين حنين وسما، يمكن اللي حصل لهم الاثنين يكون عبرة لناس كتير بتعمل زيهم ويرتجعوا. بالمناسبة حنين حسام طبعا كانت خدت قبض 4 ايام، يعني الحبس على ذمة التحقيق 4 ايام، وبعد كده اتجدد تاني 15 يوم اللي هو لحد نص رمضان، فالله اعلم بقى تكمل حبسه ولا لا. اما بالنسبة لسما المصري ما صدرش اي اجراء ضدها. بالنسبة بقى يعني هي اتحبست بس، اتقبض عليها بس لان في محامين يعني قدموا بلاغ ضدها، اما بقى فبس هو مجرد قبض. لكن يعني بالنسبه بقى الاجراءات مثلا اللي هتتاخد ضدها او هتتحبس او لا، او يعني العقوبه اللي هتنالها، ده لسه ما حدش يعرف عنها حاجه. بالنسبه لمودة الادهم، لسه اللي حصل لحنين ده زي ما قلنا ممكن يكون مثلا عبره لناس كتير وعبره لحنين ذات نفسها انها ما ترجعش تاني. يمكن ربنا يهديهم، يعني ما مش ضدهم قوي، يعني احنا مالناش فيه. وبالمناسبه مالناش فكره ان انتوا كفره، لا احنا يعني مالناش في ان احنا نكفر او ان احنا يعني دي مش حاجه بتاعتنا احنا، انا الظاهر بس. ولما تكون فضحتهم على الملأ يبقى نصيحتهم برضو لازم تكون على الملأ خلاص. فيعني يعني بس كل الفكرة ان هو يعني ايه البنت اللي ممكن تفكر انها عايزة تتخذ شخصيات شبه دي يعني قدوة ليها، تفكر مليون مرة، لان الناس دي مش هتعدي. طبعا لما احنا نشوف الاشكال دي مش هتعدي يبقى خلاص تمام، هي كده كده مش هتعدي، هي كده كده ما كانتش هتفلت من عقاب الاخره. لكن احنا كمان في الدنيا مش لازم نكون مدينهم اكبر من قدرهم، مش لازم اصلا نكون مدينهم قدر من الاساس بالمنظر والشكل اللي هم بيطلعوا فيه. فانت ما تحزنيش، يعني اصل مش دول اللي ممكن يبقوا قدوه لبنات في يوم من الايام. اصلا النماذج دي ما ينفعش الاعلام يفتح لها ابوابه، ما ينفعش واحده زي مودة الادهم تبقى سفيره السوشيال ميديا. فيعني ربنا يهدي في الاخر وبس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.